شهدت السوق المغطاة بمدينة بسكرا في الآونة الأخيرة إرادة قوية للتغيير من واقعها البائس، وهذا من قبل السيد رئيس بلدية بسكرا ومجلسه أو من السلطات المحلية وعلى رأسها السيد والي الولاية والمواطنين، الذين أصبح التذمر السمة السائدة تجاه هذه السوق التي تدهورت حالتها بشكل لافت، حيث القمامة وفوضى التجار والباعة المتجولون، إذ أصبحت بناية السوق جل محلاتها مغلقة وأصبحت ليلا وكرا لكل الآفات الاجتماعية. وهذا ما دعا رئيس البلدية الجديد والنشطاء في المجتمع المدني التعجيل بإيجاد حل سواء بهدمها أو ترميمها. المراسلة للزميل نقى صابر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أول شيء رحبوا بقناة الأجواء لزارة بسكرة، مرحبا بكم. رانا واقفين هنا حدا مارشي كوفار، يعني السوق المركزي راهو متواجد في قلب مدينة بسكرة. يعني بكل صراحة، يعني الوضعية اللي يوصل لها المارشي كوفار هذا أقل ما يقال عنها أنها وضعية كارثية. بأتون حل سواء أنه يريبوه ويعاودوا يشوفوا يريقلوه، سواء كيما هكا ويعاودوا يرموا ما يجب ترميمه ويريقلوا هالباعة هذه اللي راهي باعة يعني فوضويين. حتى المواطن كي يجي يدخل هنا للسوق ما يتسوقش، يعني ذاك يعني كاين إعادة هيكلة للسوق هذا اللي هو وجه بسكرة في الحقيقة. كي يجي من ولاية أخرى ولا يجي هنا لبسكرة لازم يجي لهنا يجي يشوف المظاهر تاع الوسوخات تاع حاشاكم الفوق، كنت تطلع تشوف تصور الفوق شي كارثة. الفوق والدنيا مرشي كوفير تطلع الفوق في حتى آفات يعني اجتماعية أكرمكم الله. كذلك الإنارة، يعني ماذا بينا كذلك الإنارة تعود مضيئة في الليل، تعود مرشي كوفير نطالبوا كذلك أنه يديروا له حراس مع البلدية مع المسؤولين يديروا له حل، ما يبقاش هكاك ديليسي، لزمته حراس. الحمد لله يجيبوا حتى ثلاثة ولا ربعة من العمال تاع البلدية يوظفوهم هناك حراس يوقفوا على النظافة. في إطار الحملة التي تسعى إليها البلدية من أجل بيئة نظيفة، من أجل محيط لائق للمواطن، هذه بوادر الخير أصبحت جلية أمام أعين الناس، وذلك من خلال الحرص الدائم على نظافة السوق، وخاصة أنه خصص له يومين في الأسبوع، أنه هناك هيئة وهي الهيئة سكرانات مشكورة على هذا العمل، والفضل يعود للمخلصين في هذه البلدة والناشطين والحارسين، ونتمنى التوفيق للجميع. إن شاء الله تكون مبادرات أخرى وتشمل جهات أخرى وتشمل أحياء أخرى.